وعد الآخرة، عنوان العرض العسكري المهيب للجيش اليمني في الحديدة. فهل ربط أصحاب القرار في صنعاء القدرة العسكرية والخبرة الميدانية بأم المعارك على أرض فلسطين؟ ماذا يعني الكشف أن الجيش اليمني قادر على ضرب أبعد نقطة في البحر الأحمر؟ وهل أصبح إيلات هدفاً تحت النار ومن أرض اليمن؟ ما مصير الهدنة والعدوان ومآلات الحصار؟ وهل إعلان توحيد القوى العسكرية في إطار جيش وطني موحد بمثابة مرحلة جديدة في القرار العسكري والسياسي؟ وأي دور لصنعاء في معادلة الأقليم الآخذة في التشكل؟ لعبة الأمم يأتيكم الأربعاء الساعة 9 مساء بتوقيت القدس الشريف.